كازينو بادارو تاور جاهز للسكن بمنطقة بادارو، تحديداً شارع حرش الكفوري، موقعه على مسافة قريبة من العدلية، المتحف الوطني والمحلات التجارية، مع أكس السهل من الطريق العام. ريزيدنشل تاور مؤلف من 13 طابق وشقة واحدة بالطابق، مساحتها 188 متر مربع. مؤلف في كل شقة من 3 بادرومز، 2 منهم ماستر، سالون وداينينج، وانستولد كيتشن. هاي اند فينيشينج بالداخل، ومن ابرز المواصفات دبل وولز ودبل جليزينج، بالاضافه لاندر جراوند باركينج. بينو بادارو موقعه استراتيجي ببادارو، كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. حاليا 10 ابارتمنتس افيلبل للبيع. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين، تحديدا ساحل علما، كاشف عبيو خليج جوني وخضر جبل حريصه. مشروع بيمتد على مساحه ارض 15000 متر مربع، ومساحات الابارتمنتس بين 175 و 650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقه سكنيه رايقه، وبنفس الوقت قريب من اهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجاريه والسياحيه. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، أوتدور بول، ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندر جراوند فلور خاص للباركينج والستورج، وباركينج إضافي للجوف. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن، بيمتد على مساحة أرض 46665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية، بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه، مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج، وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. We'll be right back.